بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في ريال البركة، كل شيء 1 ريال، الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي، بجوار تخفيضات العائلة. هنا في أشكال جديدة جت من العلاقات، قلت أصورها لكم. دول على ريال، شكلها حلو للأطفال تفرح بيها. اهي أشكال جديدة، اهي تالي ما صورتهاش قبل كده، اهي حلوة على 1 ريال و15 هلل. اهي اشكال حلوة جدا جميلة، اهي انا قلت افرحكم بيها عشان في اخت من المتابعين قالت تعملي لنا جولة تاني في ريال البركة. دي حاجة جديدة انا متهيألي ما صورتهاش قبل كده، اهو الواحدة على ريال، وتنفع للمناسبات برضه، تحط في قلب الهدايا كده. اللي عايز يشتري الـ12 مع بعضهم، الواحدة لوحديها بريال و15 هلل. اهو يا جماعة اشكال جديدة، وده جديد، ده حلو برضو، وده جديد برضو حلو. وهنا علقات برضو على هيئة قلوب، وده بديبة اهي جديدة، ونجوم، نجوم اهي جميع الاشكال، وحصان اهي، دي جميلة برضو حلوة، عروسة اهي بريش، اشكال جديدة اهي. دي الحروف دي صورتها قبل كده متهيألي، ودي علقات تانية اهي شكل تاني، تحط في شنطة، تحط يعني لها كذا استخدام اهي. الموشنات اهي، ودي هي علقة برضو، ولد وبنت، حاجات حلوة. ودي اهي، ودي برضو بتاعت المفاتيح صورناها قبل كده، وفوانيس، والبوكات دي مفيدة جدا يا جماعة وكويسة، على ريال انا واخدة منها، وحلو اهي اهي، وجميع الاشكال اهي انا قلت اصورها لكم برضو، الحاجات المفيدة بحب اصورها اهي. كل الاشكال دي، كل دي اشكال علقات اهي، هي اشكال حلوة اللي انا كنت مصورها قبل كده. وكل دي اللي عايز بالباكت يعني للمناسبات، وهدايا، هدايا للاطفال كده، الاطفال بتحب الحاجات دي. اشكالها جميلة، شوف دول شكلهم حلو، الله الاطفال تحب الحاجات دي، وتتحط في بتاع المناسبات، في التكيسات بتاع المناسبات، في السبوع للبنات برضو، لو بنت يتحط من ده، حاجات جميلة ما شاء الله، اشكالها حلوة اوي. الحبة على ريال، دي تفرح البنات كده، ودي برضو حلوة اهي، الحبة على ريال، مش الكيس كله لا، الحبة، الحبة اللي جوه الكيس الواحدة على ريال اهي، ما شاء الله حاجات جميلة حلوة تتحط لك في السبوع. ودي علقة برضو صاج، حلوة كده يتحط جواه اي حاجة، حلوة برضو دي مشفتهاش قبل كده. وده على هيئة قلوب، بصراحة حاجات جميلة، وعلى ريال و15 هلل. هنا بقى التوك دي احنا صورناها، هنا بقى الفروع دي للمناسبات اهي، الفرع على ريال اهو، الفرع ما شاء الله يجي 1.5 متر كده، ولا 2 متر، ده على ريال، كل الفروع دي على ريال، ريال وخمستاشر هلل. هنا في دول، ده الفرع ده بينور على هيئة نجوم، بـ11.5 ريال، الفرع ده كله بـ11.5 ريال، على هيئة نجوم، على هيئة لمبة اللي هي النظام القديم،
هنا حلو ده برضو، بيعطي اضاءة حلوة، على 11 ريال ونص. كله ده اشكال على 11 ريال ونص، ودي الاتنين ب2 ريال و10 هلالات اهو للمناسبات برضو. اهو كل الاشكال دي للمناسبات. هنا الكور دي الاضاءة دي حلوة، تدي منظر حلو في المناسبات، ب11 ريال ونص. ده الاكبر شوية اهو ب11 ريال ونص، بينور اهو. هنا العلقات اهي برضو للمناسبات، هي ورق حلو اهو، كله ده خاص بالمناسبات. ودي الحروف اللي بتتنفخ حلوة برضو على ريال، ده كل واحد بقى حسب الحرف، ده سي وده زي زات يعني اكس. واشكال اهي بتتنفخ اهي، وبالونات على هيئة قلب اهي، كل ده على ريال و15 هنا، حلو برضو المناسبات. وهنا ده برضو ب11 ريال ونص، بيتعلق برضو، بيدي اضاءة حلوة. يا جماعة ده كان قسم ايه، الهدايا والمناسبات اهي، كويس برضو. نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.